الخير ربا. مسافرة إن شاء الله على مصر، عندي تصوير تسجيل أغنيتين وتصوير هدول الأغنيتين مع شركة أتش إف إم برودكشن، وهدون أعمال خليني أصرح بشي جديد، يعني أنه حيكونوا أعمال عراقية، يعني الأغاني عراقية. سبق كان عندي تجربة لأغنية صورتها كمان مع نفس الشركة من شي سنتين، كانت أغنية بعنوان إذا نويت. حبيت الفكرة وحبينا أنه نجدد التعاون مرة تانية. والله هو أغنية منهم حتكون ديو مع مطرب عراقي اسمه حكيم، وأغنية تانية يعني هنا أكيد بيتناولوا موضوع حب وغرام وعشق وشي اللي نحنا هلأ يعني منحتاجه. وأكيد دائما بحرص أني غني الجو الحب وجو السعادة اللي الناس دائما هيك بتستقبله بمحبة. كان إلك تجربة هلأ في مسلسل برمضان أغنية تتر إلك، تحكي لنا عن هيدي التجربة، وهي أول تجربة إلك بغناء تتر عمل؟ لا، هي مو أول تجربة، كان لي تجربة سابقة بعمل سوري من إخراج المبدع يوسف رزق، وهي تاني تجربة. هذا عمل عراقي كمان، كتير حبيت فكرة الشارع، وكتير الحمد لله لقيت صدى كتير مهم عند الناس. مشوفك في عندك أكثر من أغنية عراقية، شو السبب؟ والله هو أنا بحب أول شيء، في عندي أنا جمهور عراقي ضخم الحمد لله، بدي وجه تحية كبيرة لكل أهل العراق اللي أنا بحبهم كتير. والقصة يعني صارت بالصدفة، أنا من محبي اللون العراقي، بسمع كتير عراقي، وكنت حابة من زمان يعني أنه غني شيء عراقي، وعم اسمع شيء بحبه يعني. وهيدا الشركة هلأ عم تسهل كتير أمور، وعم بيكون تعاون كتير منيح بيناتنا، والناس عم بتحب الشيء اللي عم نساوي، فأنه ليش لا. بعد إطلاقك مؤخرا أغنية يا حلم، حاليا في عندك فكرة تصوري فيديو كليب؟ ايه، ما عم قلك هلأ بدي صور كليبين إن شاء الله، وكمان رح صور يا حلم بمجرد ما أرجع، يعني عندي 3 كليب، يعني برنامجي السنة حيكون إن شاء الله مهم. كيف بتقضي وقتك برمضان؟ والله وقتي برمضان بيكون مع العيلة، بتعرفي صيام، وبعد الفطور مسلسلات وقعدات حلوة وجمعات عائلية، يعني جو كتير هادي وريلاكس، وننطره لرمضان لحتى نقعد هيك ونجتمع العيلة. وبسوريا كتير يعني، أنا هي هلأ السنة بسوريا برمضان النص الأول من رمضان، كتير حبيت الأجواء، وحبيت إنه الناس كيف عم ترجع، يعني عم نرجع نعيش طقوس رمضان مثل قبل الأزمة الحمد لله، وهذا الشيء بيبشر بالخير.